رغم استعجالية وخطورة بعض الحالات، إلى أن فرنسا مستمرة في رفض منح التأشيرات للمغاربة. في تناقض صارخ بين تصريحات المسؤولين الفرنسيين والواقع، صد عدد من المغاربة الراغبين في دخول الأراضي الفرنسية برفض منحهم تأشيرة الدخول من طرف السفارة الفرنسية، مؤكدين استمرار التشديد دون استثناء للحالات المستعجلة والطارئة. ورغم أن الوعود الحكومية الفرنسية كانت قد أكدت انتهاء أزمة التأشيرات بالنسبة للحاملين الجنسية المغربية، إلى أن عدد من المرضى المغاربة كانوا يتابعون علاجهم بفرنسا فوجئوا برفض تأشيراتهم كذلك، وآخرون وجدوا عائق عدم وجود مواعيد متاحة، ما يزيد من معاناتهم، خاصة السفارة التي لم تتجاوب مع شكاياتهم ورسائلهم المتواصلة. عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد أن الأخيرة تلقت عددا من الشكايات من مرضى وطلبة مغاربة مطالبة بتوفير سفارة باريس بالمملكة لممرات خضراء لهم، معتبرا أن استعمال التأشيرة كورقة ضغط على الرباط أمر غير مقبول، خاصة أنه مرتبط لدى بعض الحالات بمسألة حياة أو موت.